تسجيلات الجبالي تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي ريكوردين جبالي. هل يلا على البدوية نحيي البلد كلية هاي نعزم كل القنيمة اللي موجودين هاي وحي العمورية هاي لا بصار التحية هاي يا قلب المحبين على الشمال وعلى اليمين هاي نعزم على البدوية هاي ليا شن خصوصية رجاءً اصحابه وحبايبه بديش اشوف الواحد بالوطن
أصحاب اللي مخربين الحفلة كله يطلع برا، خلينا نعمل أداء وجو يليق بالحفل. مهرجانك يا يدن يا حبيبي بتستاهل، عنا غربية يا حبايب وأنا وسهلا بالعموم. واطلع يا أبو موسى حبيبي علينا يا ضيف، ميل علينا يا ضيف، أي لابو يا زنجين الدار، أي بسمو لحي الزوار، أي للكبار وللصغار، أي نعزم كل العائلات، أي لجينين وهالكلمات، أي يا غلا بالوفدين والضيوف الغانمين، أي لابو يا زن مهرجان، أي عزم على كل البلدان. شايخ والشبايب هاي عنا اي وعربابي، هاي نقدم لكل احبابي، هاي جنين من حولي، هلا ابو غالي هالتحية، هاي شد الدي عالدي، هاي فرسان الفرسية، هاي جينا تنحي الزوار، هاي كل النشاط الاحرار، هاي جاي تغني الاشعار، ابو الشريف
عليك الدين. وينك يا بشار يا حوشين؟ الشام الشامية
احلى كسوفين. صلوا على النبي. حيولي حبيبنا عطى برميل. كف لفوق، كف 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 شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواننا الأعزاء، قبل الكلمة كل الشكر والتقدير لهذا العريس القائد يزن الهندي ولعائلته الكريمة ولأصدقائه ولأهلنا في المخيم والمدينة وهذا الريف على هذا الالتزام المطلق بعدم إطلاق النار. التحية والتقدير لكم جميعا. اليوم فرحة حقيقية لعرس فلسطيني وطني بامتياز. من حق شعبنا الفلسطيني أن يفرح بهذه الأعراس في كل أرجاء الوطن، في ظل انتصار المقاومة. كل التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية. لا للجميع دون استثناء، فتح، حماس، جهاد إسلامي، شعبية، ديمقراطية. كل شعبنا ناضل ونزل إلى الميدان. كنا زمان نقول ضفة وغزة وقدس و48 ومش عارف مين، اليوم لا، منقول كل فلسطين. فلسطين انتفضت من النهر إلى البحر، وفلسطين لنا من النهر إلى البحر بعد الآن. وكل من يتنازل عن ذرة تراب من فلسطين فهو خائن وخارج التاريخ. إما نحن أو هم، وهم راحلون. كل الغزاة رحلوا وبقي الشعب الفلسطيني منتصرا على هذه الأرض. فكل التحية، كل التحية للصامدين أولا في القدس العاصمة، في الحرم القدس الشريف، في الشيخ جراح، في سلوان، وفي غزة. الصواريخ التي انهالت على رؤوس الصهاينة وهربوا كالفيران جنوداً ومستوطنين إلى الملاجئ. والتحية لشعبنا الفلسطيني بالداخل. كنا نقول عرب أبصر إيش وعرب أبصر مين، لا، طلعوا فلسطينيين أصيلين في كل فلسطين. اليوم حيفا ويافا قبل جليل ونابلس. كل التحية والتقدير للجليل والمثلث والنقب والساحل وكل فلسطين داخل وخارج الوطن.
اليوم نهنئ أخونا القائد الكبير اللي بيعجبه واللي ما بيعجبوش يشرب من بحر غزة، عدنان الهندي الحوت، احنا مسمينه الحوت، واذا ما حكيناش مليح الله يعيننا الحوت ببلعنا يا عمي. فكل التحية والتقدير عدنان الهندي يا اخوان مع مجموعة من مخيم جنين، اول من دخلوا السجون الصهيونية في السبعينات وأسس الحركة الوطنية وأسس حركة فتح وكان قائدا لها وللجنة الشعبية وكل المؤسسات الفتحوية والشعبية داخل وعلى مستوى الوطن، وخلف ذلك الشبل يزن الهندي. يزن الهندي بعتقد كان عمره شبل صغير في معركة المخيم، واليوم قائد كبير. يا جهاد ابو الكامل الله يعينك، لا يتامر عليك بعدين دير بالك. فكل التحيه لا يزن، كل الاحترام، اخا عزيزا صلبا في مواجهه الجميع عند اليهود وفي اريحه وين مكان. الحمد لله رب العالمين. فالف الف الف مبروك، بدناش نطول كثير، خليها فرحه وغناني. وانها لثوره حتى النص حتى النص حتى النص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.